السلام عليكم حبيباتي احبائي، الف مرحبا بكم عندي. اليوم جبت لكم بسبوسه كيتونيه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهذه بسبوسه خاليه من السكر، خاصه بالناس ديال اللي فيهم داء السكري وجميع الرجيمات، وخاصه الرجيم الكيتوني، قليله من الكربوهيدرات. بسبوسه بالكوك ودقيق اللوز رائعه جدا. اللي بغى يشوف الطريقه والمقادير ديال هذه البسبوسه نتاع اليوم، ما عليه الا يدخل الفيديو ديالنا ويشاركنا في الانجاز وتحضير هذه البسبوسه. الان نمر الى مقادير البسبوسه الكيتونيه ديالنا اللي خاصه بريجيم داء السكري وجميع انواع ديال الريجيمات، خاليه من الجلوتين وقليله الكربوهيدرات. شنو عندنا في المقادير؟ اذا عندي كاس ونص، كاس وعلين جوج كيسان عام قل ربع، يعني جوج قل ربع ديال دقيق اللوز، وواحد ونص ديال الكوك. الكوك البنات غير كنطحنو، كنشريه هكاك يعني مبشور وكنطحنو. عندي نصف كاس ديال ستيفيا، سكر ستيفيا. عندي اربع بيضات. عندي 123 غرام ديال الكريمه ديال القشده الطريه. عندي واحد الخماره. عندي معلقه صغيره ديال الفانيلا. وعندي نصف كاس ديال الزبده مذابه حيوانيه. عندي واحد المعلقه كبيره ديال الطحيني. وعندي واحد ثلاثه الحبات ديال الهيل، وكاس نتاع الماء اللي غادي ندير بهم السيغو اللي غنسقي بهم البسبوسه ديالنا. اذا مروا للطريقه انجاز البسبوسه. يعني اول شيء غادي نخفقوا البيض جيدا، عندي لهم واحد القبيصه نتاع الملحه، سهله مهله. هذه بسبوسه صحيه وسهله. سكر ستيفيا، معلقة ديال صغيرة تاع الفانيلا، أنا ندير فيها كاع جوج، معلقة ونص. الآن غادي نضرب القشدة، نضيف القشدة، غادي عندي مدية ونزيد واحدة أخرى شوية من الأخرى. يعني عندي 123 غرام ديال القشدة، يعني بحال غادي ندير نص علبة. البنات انا غادي نزيد واحد نص كاس نتاع حليب الكوك، يعني هذه اختياريه ماشي بالضروره. اللي بغى يزيدو الا كان متوفر، الا ما كانش ماشي مشكل. دابا غنبدا نزيد الكوك والدقيق نتاع اللوز. يعني ما كنحتاجو لا ضراب كهربائي ولا والو. نبداو نزيدو المحتويات غير بشويه، غير بفوي.
خمارة فيها 8 غرام، باش نكون عطيتكم كل شيء المقادير بالتدقيق. صافي العجين ديالنا وجد. اذا دابا غادي ندهن المول ديالي بالطحيني، واحد معلقه كبيره ندهن بها المول ديالي، المذاق ديالها. وهكذا الان غادي صافي غادي نكب الخليط ديالي في المول. بسم الله. نديرو كلشي، منخليو حتى حاجة. طرح حبيباتي، انا زوقت على هذا الشكل بفواكه الجافه، القرقاع والكاجو واللوز، استفتها هكذا صافي. غادي ندخلها الان فين لما طيب لنا البسبوسه ديالنا في الفرن على درجه 180 درجه لمده 40 دقيقه او 30 دقيقه، تتشوفوها تحمرت. غادي نطيب السيغو ديالها. غادي ندير كاس داك الماء اللي درت، ثلاثه الحبات نتاع الهيل، وغادي ندير ستيفيا. البنات هذه ستيفيا حبات اقرص، غادي ندير واحد الربعة أو لا خمسة وندوق الحلاوة ديالو. غادي نبدا بربعة، نزيد وحدة خمسة وندوق الحلاوة، إلا لقيتو ناقص الحلاوة نزيدلو. والآن حبيباتي خرجت البسبوسة ديالي سخونة من الفران، قطعتها إلى قطع، من بعد غادي نولي نسقيها مزيان بالقطر اللي درنا كاملة. غنسقيها باش تشرب مزيان كاملة. بالمناسبة راني درت خمسة ديال الأقراص ديال ستيفيا، هذاك هو الجهد الحلاوة اللي بغيت أنا. نتوما يمكن لكم ديروا الحلاوة كيف ما بغيتوها كيف ما عشقتوها. كنوزع القطر عليها كاملة، صافي. وغادي نكبها وهي سخونة هكا باش تشرب لنا مزيان. وهي أعزائي عزيزاتي، البسبوسة ديالنا وجدات وبردات، والآن جا وقت التذوق. نذوقها معاكم. بسم الله. أوه رائعة جدا، كنصحكم تجربوها. المذاق ديال الكوك، المذاق ديال الكوك ودقيق اللوز، اوف ما نقولكمش.
وداك الحليب ديالكم كعطاها داك المذاق ديال اللوز رائع جدا. نتمنى تجربوها، خاليه من الكربوهيدرات، وبنادم كياكل الطارت كياكل بسبوسه خاليه من السكريات بالضمير ديالو مهني مع راسه وما كيحرمش راسه. نتمنى نال الاعجاب ديالكم احبائي، وبهذا نكون قد انهيت معكم الفيديو نتاع اليوم بسبوسه الكوكو دقيق اللوز كيتونيا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. يلا احبائي، مع السلامه.